تعريف بأهداف التنمية المستدامة اللي هي الـ 17 هدف اللي تمثل خطة الأمم المتحدة اللي هي خطة عالمية للتنمية المستدامة في أفق 2030 من أجل عالم بدون الجوع، من أجل عالم تتساوى فيه النساء والرجال، من أجل عالم بدون فقر، بدون حروب، عالم فيه أمن، عالم فيه تعاون بين الدول، عالم ليس فيه فوارق كبيرة بين الناس، عالم فيه مساواة. هذه أهداف نبيلة تشتغل عليها الأمم المتحدة، وحابين نعرف بها عبر هذا العمل الفني الذي تميز بحضور الشباب وحضور الموسيقى وأيضا بالبعد الإفريقي للمغرب وتعبيرات ثقافية. الهدف من المستدامة هو كرنفال اللي كيجمع مجموعة ديال الثقافات الإفريقية وكذا المغربية. كنضموا اليوم باسم جمعية شباب التنمية المستدامة بشراكة مع مركز إعلام أمم المتحدة بالمغرب، ثم مع مجلس مدينة الرباط بفاس والكونفدرالية الإفريقية للهدف من للطلبة الأفارقة بالمغرب. كلنا متضامنين باش نبينوا على أن إفريقيا اليوم هي إفريقيا متحدة ومستعدة على أنها تتحدى تحدي الألفية وتحقق بكل ما يمكن تحقيقه من أهداف التنمية المستدامة. هي ثقافة omniprésente في شمال إفريقيا، وهي اللي ثقافة اللي كتمتد في المغرب، في الجزائر، في تونس، في ليبيا، في نيجر، في بوركينا فاسو، وهي ثقافة مهمة واللي كان خاصها لابد تكون حاضرة بقوة في الكرنفال. يعني لتمثيل هذه الثقافة عرضنا على الجروب ديال أحواش، الجروب ديال أحواش اللي كان 12 الموزيسيان واللي جا ودلنا واحد الاستعراض هائل. الكرنفال اللي يبين الالتزام الشباب والالتزام كذلك الفاعلين الحكوميين أو غير الحكوميين في العمل من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول سنة 2030، لا على مستوى المملكة المغربية ولا على كذلك مستوى الدول الإفريقية المشاركة في هذا الكرنفال، والذي يعتبر تمتين للعلاقات المملكة المغربية مع الدول الأشقاء الأفارقة، خصوصا أن المملكة المغربية عادت إلى حضن الاتحاد الإفريقي، وهي عودة مهمة وتبرز الدور الاستراتيجي للمملكة المغربية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.